دكتور سلطان، ما الخطر الذي يشكله التواجد الإيراني في قطر والتنسيق القطري الإيراني في المنطقة، وكيف يتم مواجهة ذلك؟ يعني الآن نحن لدينا تنسيق حقيقي على الأرض، ماذا تستطيع دول المنطقة فعله للتصدي لهذا التنسيق القطري الإيراني؟ طبعا يعني دكتور، اذا القيادة القطرية لم تستمع الى صوت العقل واستمرت في نفس النهج الذي لا يأخذ الجانب المنطقي والعقلانية في طرح الامور، فإن هذا الامر يعني لعلنا نجده في منظورين. نعم. هناك علاقات مباشرة مع النظام الإيراني. النظام الإيراني حينما تحدث القيادة في قطر عن اتفاقيات أمنية، نعم، سوف يحاول أن يصعد هذا الأمر بحيث يصل إلى اتفاقيات عسكرية، بعدها نجد أن هناك زيارات متبادلة، بعدها مناورات مشتركة، وقس على ذلك في خطوات كثيرة. هذا الأمر سوف يدفع بالتالي، مثل ما هي العلاقات ما بين القيادة في قطر وتركيا، ما الضير أن تقوم القيادة القطرية كذلك لاحقا بأن تدعو الحرس الثوري بأن يكون متواجد على أرض قطر. كل ذلك مهددات استراتيجية رئيسية لدول مجلس التعاون الخليجي. إذا انتقلنا للعلاقات غير المباشرة وكيف يمكن تطويرها، إذا في الفترة الراهنة دكتور وفي السنوات التي مضت هناك يعني أدلة قاطعة على قيام قطر بالتعاون مع الحوثيين، بالتعاون كذلك مع المعارضة في البحرين، وكذلك في دعم بعض العناصر في المملكة العربية السعودية. كل هذه المؤشرات هي في واقع الأمر تخدم القيادة أو تخدم النظام الإيراني، وكذلك نعم حتى نعم حزب الله، وهذا الأمر ما ذكره السفير السابق الإيراني في قطر. نعم. إذا كانت العلاقات مباشرة وسوف تستمر القيادة القطرية بهذا النهج، فهو يشكل خطر استراتيجي مباشر وواضح لدول مجلس التعاون الخليجي. إذا انتقلنا إلى العمليات اللي هي العلاقات غير المباشرة، فاستمرار دعم مثل هذه التنظيمات هو يضر بطريقة مباشرة للمملكة العربية السعودية ولمملكة البحرين، وإذا كان أي أمر هناك يضر مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، فبلا شك هو العمق الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي سوف يكون مضر لجميع الدول. فإذا كان هذا الأمر سيسير في هذا النهج، إذن هناك بالفعل خطورة كبيرة في استمرار العلاقة ما بين النظام الإيراني والقيادة في قطر على هذه الشاكلة التي تضع القيادة القطرية مصلحة الأمن الخليجي ودول مجلس التعاون الخليجي بعيدة عن حساباتها في مسألة التقارب مع النظام الإيراني، وحجة أن والله على سبيل المثال دولة الإمارات لديها علاقات قوية فيما يتعلق بالاقتصاد، فهذه حتى المطالب 13 لم تقل للقيادة في قطر أن تمنع هذه العلاقات الاقتصادية، ولكن دولة الإمارات حينما تضررت سفارة المملكة العربية السعودية في إيران، فكان هناك موقف قوي ومشرف لدولة الإمارات فيما يتعلق بهذا الأمر، ولو صحيح. تطور ذلك الأمر سوف تجد المملكة العربية السعودية دولة الإمارات في هذا الجانب. لا شك إذا ذلك كنا نتوقع ونأمل من القيادة القطرية كما كان لها موقف، دعنا نقول موقف مشرف، لم يكن نفس يعني مثل دولة الإمارات بتخفيض التمثيل الدبلوماسي وإنما سحب السفير، ولكن هو نعتبره موقف صحيح يدخل في منظومة مجلس التعاون الخليجي، ولكن بعد قمم الرياض والتركيز على أن النظام الإيراني هو داعم للإرهاب، هنا نتحدث عن أن التصريحات والقيام بخطوات، هل القيادة القطرية حسبت الوقت والظروف؟ لم تحسبها، فأصبحت هناك رسائل خاطئة للأسف الشديد أنها مضرة بدول مجلس التعاون الخليجي. إذا استمر هذا الأمر واضح دكتور النقطة لم يعد